أهلا بكم من جديد أستاذ هيكل. قبل أن نتحدث عن الداهم والعاجل فيما يواجه الرئيس القادم، كيف تصنع الأمم برامجها؟ يعني بيعملوها إزاي؟ يعني لا، عايز أقول لك إنه إيه، باستمرار إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، قلنا إنه باستمرار ما فيش مرشح هو يروح يقدم نفسه بحزب، يقدم نفسه ببرنامج، لكن عادة إنه كل مرشح يتقدم على برنامج حزبه ويقول أنا الأقدر على تنفيذه، أهو برنامج حزبي أمامكم، ديمقراطي جمهوري مش عارف اشتراكي اللي انت عايزاه، ويقول لك أدي برنامج حزبي وأنا مرشح حزبي لكي أنفذ هذا البرنامج. حزبي اختار بين المتقدمين من يشاء وتمنوني على تنفيذ هذا البرنامج، برنامج الحزب. فلما مثلا أوباما في الانتخابات الأخيرة قال يس وي كان في الانتخابات الأولانية، يس وي كان على برنامج حزبه وعلى العصر، خلي بالك انه قال يس وي كان، نعم نستطيع. تعالي انت شوفي، في عند الازمات الامم تصنع، واحنا ساعات بنخترع من غير لزوم، يعني الامم تصنع ما لابد ان تصنعه بشجاعه، مش انها تعمل برامجها بجد. اديكي نموذج، احنا مش هنروح بعيد. بعد الحرب العالميه الثانيه أمريكا جابت أيزنهاور عشان يواجه في الحرب الباردة، أو يحقق في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي ما استطاع أن يحققه في الحرب الساخنة ضد النازية، فجابوا أيزنهاور. لكن بدأ أنه الدنيا اتغيرت، حرب غيرت كل حاجة، في قضية كبيرة أوي. أيزنهاور ماشي بينفذ، وطبعا هيبة جنرال المنتصر حاجة هايلة جدا، لكن في حاجة ناقصة، في حاجة غلط. حاسين أن هذا الموجود أمامهم لا يفي بضرورات المستقبل، لأن الأحوال تغيرت. أمريكا عملت إيه؟ أمريكا عملت مش أنه مرشح جاب لي برنامج، هو أولا خدي مثلا واحد زي سيسي، رجل لغاية 3 أشهر لسه مش مطروحة بالنسبة له، بيعرف ما يتابعه أي مواطن، مهتم كمدير مخابرات عسكرية ببعض الأشياء، راح مجلس الوزراء قعد وشاف جوانب المشاكل، فإذا أراد أن يضع برنامج هيجيب ناس يعملوا برنامج تاني. كويس. حمدين صباحي رجل مهتم موجود في حياة السياسية، إذا أراد أن يصنع برنامج بيجيب بعض المفكرين وبعض المثقفين وبيعمل. لما بتيجي في ظروف العصر متغيرة، أمريكا عملت إيه؟ عايزين وقتها تطوع بعض الناس، أنا أجيب لك البرنامج اللي تعمل أمريكا، تعمل في أمريكا. حصل إيه؟ حصل إنه أمريكا كلها في حاجة بتدور على كيف تواجه عصر جديد، عصر مختلف لا يبدو إن الجنرال أيزنهاور قادر عليه. جت عيلة روكفلر، وأنا بعتقد إنه هنا في مسألة الرأسمالية الأوروبية والأمريكية عملت حاجات بديعة جدا لأوطانها وخربت الدنيا في المستعمرات. واحنا بنتكلم على الرأسمالية الأوروبية الأمريكية وده كله، لازم تقدري ماذا استطاعت حكومة الهند الاستعمارية، كيف أضرت بالهند لكن كيف نفعت الوطن الأصلي. الرأسمالية الأمريكية، ماذا صنعت أسرة روكفلر مثلا في فنزويلا وفي البترول، مجرمين إجرام، لكن في أمريكا كيف خدموا أوطانهم. هنا في قضية احنا عندنا مع الأسف الشديد الرأسمالية قضت علينا. بس لكن في رأسمالية وطنية طبعا، حرب بس الرأسمالية الأمريكية والأوروبية كلها، والأوروبية جنرالي كلها خدت المستعمرات، امتصت كل قوى المستعمرات وحطتها في خدمة مجتمعها. أما احنا جينا احنا وغيرنا التانيين جم لقوا مواردهم ضائعة، ولقوا انه اللي عاوزين بياخدوا من جودنا الداخل، بيستغلوا أهلهم، مش مشكلة. لكن اطلعي بقى من هذا كله، بقول لك امريكا عيلة روكفلر جت عملت اعظم خدمه لامريكا. الناس شافوا، سواء بالذات في ذلك الوقت كان نيلسون روكفلر اللي هو كان عميد الاسره في ذلك الوقت، شافوا انه امريكا في حاجه كبيره قوي، وانه قد لا يكون الكونجرس يمكن ما يقدرش يعملها لانه مشغول بالتشريعات. الرئيس الامريكي رئيس ايزنهاور يعني موجود وعنده تجربه، لكن ما هوش قادر يخرج، الراجل جه عند 60 ولا حاجة في ذلك الوقت، مش قادر يخرج خارج تجربته وخارج ثقافته العسكرية. جم عملوا ايه روكفلر؟ جابوا خلاصة 60 مفكر من كل التخصصات، السياسة والاقتصاد والاجتماع والاستراتيجي كل اللي ممكن تتصوريه، وقعدوا وعمل. يكفيك عشان تعرفي أهمية التيم اللي عملوه، إنه واحد من السكرتاريا الصغيرين لما تبص في التقرير عملوا تقرير، هو هنري كيسنجر، عملوا تقرير اسمه A Vision for America، رؤية لأمريكا.
بعد كده الطبع تحت لما لقوا انه اكتر من رؤية خلوه بروسبكت فور امريكا وبقى مستقبل لامريكا او فيوتشر لامريكا مش لا احتمال تحولا بدل ما كان فيجن رؤية لا بقى احتمال موجود فضلوا يدرسوا وصنعوا برنامجا يمس كل الحياة الأمريكية ويطور على أساس معلومات حقيقية وعلى أساس معرفة حقيقية وعلى أساس وقت حقيقي. قعدوا عملوا رؤية لأمريكا في ظرف انتقال في منتهى الأهمية. أنا لا أعلم أنه الناس ممكن يتكلموا على برامج في ظروف أزمات إحنا بنواجه مشاكل مع الأسف الشديد. يعني أنت لو تيجي أنا شايف في مشكلة في الحكومة المصرية حد بيكلمني فيها بيقول لي عندنا مصيبة في إيه يا سيدي؟ بيقول لي عندنا مصيبة في المعاشات. ليه؟ بنينا معدل العمر لاستحقاق المعاش على 55 سنة والعمر بسبب الصحة زاد. عندنا 50 مليار جنيه عجز السنة دي وبعد 5 سنين عندنا 100 مليار جنيه عجز لأنه ظروف اختلفت. حساباتنا كانت على 55 سنة متوسط العمر بقت 65 سنة متوسط العمر بسبب الطب الحديث. فمطلوب من الرئيس الجديد أن يجمع العقول لتقديم هذا. عاوز لك حاجة لو أنا وأنا قلت هذا الكلام من بدري خلي بالك إن إحنا اللي أثار المناقشة كل الكلام ده كله المرة اللي فاتت إنه حضرتك سألتيني إذا أنا كنت بكتب برنامج قلت لك ما بكتبش برنامج فضلا عن إني لست معتقدا إنه أي من المرشحين محتاج برنامج. أنت محتاجة تعملي حاجة تانية، محتاجة تبصي على العصر وتبصي على مشاكلك وعلى قضايك ثم تكتبي برنامجا لمصر وليس للسيسي ولا الصباحي ولا أي حد. ماذا إذا كان بصراحة يعني المشير السيسي لسه يعني تجربته السياسية محدودة لسه يعني تجربة أن هو يخرج برنامج أو ينتج رؤية؟ أنا ولا أفزك الرؤية كل واحد أنت وأنا عندنا تصورات عامة. لما أقول على سبيل المثال أنا بيني انحيازك الاجتماعي لمن؟ بيني انحيازك الديمقراطي أين؟ بيني احترامك للحريات فين؟ بيني تفهمك للشباب. 5 6 ورقات كل واحد فينا يقدر يحط رؤاه أو حتى مشاعره أو حتى خيالاته أماله يحطها. لكن ببساطة ما حدش يحط لي لا إن كان يجدي أن يقال لك إسلامي ولا سيامة ولا كل كلام فرد كله. بس الناس اللي منتظرة إنه يحللها مشاكل التعليم والصحة والكباري مش هيحل اللي ده بقى مش هيحلوا برامج. هذه أشياء تحلها همة، تحلها همة إنك تجمعي الأداة التنفيذية. وليس إذا جيت تقولتي لي أنا عاوزة برنامج لمستقبل مصر بالمية عندي مهددة ما عملتش فيها حاجة وعاوزة مستقبل مصر وهتكلم عاوزة بس مش عارف الكباري وعاوزة الخدمات وعاوزة الدخلة في مشكلة. هنا الرؤى دي أو الأفكار الأساسية يجب أن يفرق فيها الرئيس بين ما قلت حضرتك عليه العاجل والداهم. يعني إيه اللي هو بالزبط. يعني top urgent ما يستحملش هو التأخير بالظبط. ده هو ده أنا عاوزه. واحد يديني يقول لي أولا أهليته للتقدم بمسؤولية واحد. نمرة 2 أن يقدم لي رؤية سريعة جدا لما يتصور أنه يستطيع الالتزام به هذه اللحظة. ثم وأنا بتصور واقترحت هذا على فكرة يعني أما اعتذرت ما بكتبش برامج كنت رأيي أن البرنامج لابد أن يضعوا ناس من اختصاصات متنوعة. حتى ضربت مثل أنا عزمت يوم مارشال مونتجومري يجي مصر يزور مصر في مناسبة العالمين ذكرى 25 للعالمين كمشروع مشترك بين الأهرام وبين الساندي تايمز. احنا هناخد التكاليف المحلية وهو وهم هياخدوا التكاليف الخارجية. اما جاء مارشال مونتجومري اول حاجة قالها لي قال لي عشان اقدر اتذكر انا محتاج الستاف اللي بقيم الستاف بتوعي يبقوا موجودين معايا لكي اتذكر. عزمنا 3 جنرالات كان عنده 5 كان عاوز 5. عزمنا هوروكس كان قائد بوشاته، عزمنا دوجينجانج كان قائد مخابراته، عزمنا مدير عملياته هوروكس كل الطاقم العمل اللي معاه اللي كان معاه اللي فضلوا منه كانوا 5 عاوزهم لقينا عايشين كانوا 3. جه انا بقترح اما تيجي تتكلم على برنامج وده هنا مهم جدا طاقم العمل اللي هيكون ده وده كان عشان يتذكر عشان حد يتذكر يتذكر بجد. ما كانش لا هيكتب برنامج لمستقبل ولا حاجه، هتذكر ماضي فعايز الناس اللي كانوا معاه. طيب
انا النهارده بقول وقلت هذا الكلام، بعتقد ان احنا فور الانتخابات اهم مهام الرئيس القادم اينما كان كيفما كان، ما اعرفش مين هو اللي يجي، لكن انا بعتقد انه لابد ان يرتب لمؤتمر حقيقي يبص على المستقبل ويتكلمني على الامن القومي وعلى ناس خبراء. عاوز مصر، عاوز اقول لك حاجه، الناس اللي في مصر لم يعودوا كافين. انا حصل تجريف للعقول المصريه وتجريف للكفاءات فظيع، وحصل عاوز اقول لك حاجه انه حصل هجره فظيعه، حصل تجريف، حصل اللي عملناه في العقل المصري كارثي، لانه ساعه ما التسطيح يسود، ساعه نوع الناس اللي كانوا موجودين من غير ما حد يزعل يعني، انا لا يمكن حد يقدر يشتغل فيه. طيب انا عندي بول بعد بول محيط من المصريين في الخارج موجودين بره، مش هيرضوا يجوا، لكن ممكن جدا يجوا في مؤتمر، يمكن يجوا جدا في نظم استشاريه، لان انا بقيت في حاجه لي صله بالعالم. زمان محمد علي لما ابتدى والخديوي اسماعيل لما ابتدى جبنا خبراء اجانب، ومحمد علي جاب جمال في القطن، وجاب واحد من فرنسا القطن جمال، وجابوا اللي ممكن تتصور. يعني لا ترى غضاضه انه حتى نستعين باجانب او نستعين بغير مصريين؟ انا بالدرجه الاولى عاوز المصريين، عاوز المصريين اللي في الخارج، عايز هذا. اذا كان انا عندي بره، اما بتتكلمي على بره، بتكلم على اللي في امريكا على سبيل المثال، او بتكلم على في اوروبا، انا شايف قدامي ما لا يقل عن مليون، بل مش هتكلم عن العاديين والصغيرين، لكن مجتمع المتعلمين، مجتمع القادرين، انا مستعد اقول انه في مليون اقدر الاقي منهم على وجه اليقين في 5000 او 6000 جاهزين. اذا لقيت من 5000 6000 50 60 بس في مؤتمر واحد، عايز واحد للامن القومي، لانه تعريف الامن القومي لم يعد ممكنا على الطريقه القديمه، ولم يعد ممكنا بالخطابات الحماسيه، ولم يعد ممكنا بانك تقولي مصر ترجع لدورها التقليدي في مش عارف في العالم العربي، تستعيد القوه الناعمه، ولا احنا عارفين ايه اللي جرى في العالم العربي وحصل فيه ايه، احنا محتاجين لحاجه في العالم العربي، لكن لابد ان نعيد توصيفها. حكايه انه زمان احنا عملنا حاجتين في العالم العربي، واحد اعتمدنا على دعوه الشعوب، واحد اعتمدنا على الجامعه العربيه، على بنى الجامعه العربيه في الاول، وبعدين اجتمعنا على تجيش الشعوب بخطاب حرك الدنيا كلها. طب افتكري ان السويس ما كانش ممكن، انتصار السويس 56، تاميم قناه السويس ما كانش ممكن يتعمل الا في اطار قومي، في اطار وحده عربيه، في اطار عمل عربي موحد، بمعنى انك انت امنتي هنا وحاربتي هنا وقاومتي هنا، لكن اللي فيصل في العملية كلها كان قطع خطوط أنابيب البترول اللي جاية من العراق، الاي بي سي اللي جاية من العراق راح على البحر الأبيض، وقعت الجنيه الاسترليني. فإذا حد للأمن القومي، أو يعني رؤية للأمن القومي. أنا عاوز مؤتمر واحد سياسي، وأول واحد سياسي بيمس بالأمن القومي، بصلي في مشاكل التصنيع إزاي، الأرض الزراعية. أنا عندي مشكلة، المشكلة باينة النهاردة، ما تقابليش حد يقول لك اسعار مش عارف الخضار بقت طلعت مش عارف ايه، فده مؤتمر اقتصادي بقى. لا مش بس مؤتمر، بس عليك انك خدي شوفي اللي حصل ايه. انت انا شايف في مشهد غريب جدا قدامي، في بيوت بتتهد، اتبنت بتتهد ولازم تتهد مع الاسف الشديد، عشان تعديات على الارض، عشان تعديات. لكن انت اللي حصل انه الناس في فتره سقوط المعايير، سقوط القوانين، الناس تعدت على الارض الزراعيه باكثر مما استصلحناها، فبقت النتيجة حوالين القاهرة اللي كان حديقة الخلفية للخضروات للقاهرة والفواكه بالقاهرة بدت تتقلص، فالسلع بدت السلع الغذائية بدت تقل في القاهرة، والأرض بتجرف. دخلت في حلقة مفرقة. أنا عايز حد، عايز مؤتمر سياسي، وعاوز واحد اقتصادي اجتماعي مع بعض، وبعدين يمكن نفكر في واحد للشباب، لأنه احنا معتقد انه هذه لازم، بمعنى ايه؟ ان انا عايز مره تانية حد يعمل لي، مش عايز اعمل، علي ان استفيد من تجارب الامم. لا استطيع ان اعيد تجربه تكرار نفس التجارب دون ان يكون لدي في حاجات ناس اختصروا الطرق اليها. عاد انا عايز فيجن فور ايجيبت، عاوز رؤيه لمصر، عايز احتمال لمصر،
عايز عقول مصر اللي في الداخل وفي الخارج هي تضع لي برنامج لمصر، لانه لابد من اعاده توصيف الامن القومي كله، ما عادش ممكن زي ما كنا زمان. باذن حضرتك بتقول ان اول شيء يجب ان يفعله الرئيس بعد ان يصل الى الرئاسه هو هذه المؤتمرات. هذا اللي تعمل، دي اللي ممكن تعمل برنامج. هنا يمكن ان تتحدثي عن برنامج، وقبل هذا مش ممكن تتحدثي عن برنامج. وعليه ايضا ان هنا بيبحث عن ايه؟ عن ظهير فكري. يعني الرئيس هنا بيبحث عن ظهير فكري طريق فكري وعملي. انا مش عايز اكاديميشنز بس. انا عايز الناس اللي عندهم تجربه في الصناعه، في الزراعه، في المال، في الاقتصاد الجديد، في اشياء كتير جدا موجوده. هل يحتاج الرئيس الى ظهير سياسي؟ يعني لو هو ده البول اللي هيجيب منه الافكار، لا فرقي هنا، هل هيحتاج الى ظهير سياسي؟ لا، الظهير السياسي انا بعتقد، وانا شوفي ايه، في فرق بين الطليعة اللي ممكن أن تنير أمام الطريق إلى برنامج. هذه هي قوى سواء في مصر أو من المصريين في خارج مصر، لكي تعطي رؤية لمستقبل. لكن محتاج إلى ظهير سياسي يجمع وراه كل القوى السياسية. وأنا اقترحت نعمل جبهة الوطنية بعد انتخابات، بعد ما الرئيس بينتخب، وأنت عندك خصوصا عندك بعض الرؤساء المرشحين. يعني انا مستعد اقول انه الرئيس على سبيل المثال اذا انتخب السيسي ما فيش وراه حزب ولا هيعمل حزب. هل المفروض انه يؤسس حزب؟ انا مش عارف اذا كان لكن انا بعتقد انه في هذه اللحظه ممكن في انا مش قادر اتصور، ولا قادر اتصور بلد مستعده لحزب تاني، لكن كمان ما اقدرش اتصور واحد واقف لوحده كده ولوش وراحه. وفي انتخابات برلمانيه عال قوي عندك. شوفي خلي بالك انك انت عندك ما انتش بادية بالهوى، بمعنى انك انت اوريدي عملتي دستور، اوريدي عملتي وانت بتعملي الدستور ناقشتي بعض اشياء. اذا عملتي مؤتمر وكملتي ده، اذا كملتي خريطه الارض المحيطه بيكي، بعدين نتكلم في من يرتاد هذه الارض. بنقول والله انه محتاج ظهير سياسي، محتاج جبهه وطنيه في فتره الازمه. بس هو يعني الوقت لن يسعفه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو عايز يبتدي يشتغل اول ما هيشتغل في العاجل وليس في البرنامج. هيشتغل في الازمه، مطلب الازمه. ما هو العاجل اذا؟ مطلب العاجل اول حاجه الامن. ما تقوليش انه بلد بالطريقه اللي احنا شايفينها انت شفت في اسوان. انت شفتي ونقف عند اسوان، لان اسوان مهمه. انت بتشوفي الجامعه. قولي لي انا اللي بيقلقني اسوان على سبيل المثال، خدي انا مختلف. ايه اللي قلقك في اسوان؟ هل ان الناس اتغيرت ولا ايه؟ شوفي في حاجات كتير قوي اتغيرت، لكن انا بعد لابد ان نفرق هنا بين العاجل في اشياء اتغيرت من وقت البنى، سد اسوان العالي في الاول من العصر، بعدين اسوان الثاني لما جيتي عملت السد العالي، وبعد في قلقله حصلت في النوبه في الناس يعني كويس، وبعدين عملتي مشروعات لاحتواء كويس، لكن وفي تناقضات، في بعض التناقضات كويس، وفي ناس بيلعبوا على هذه التناقضات وبيعملوا. انا شايف في سفاره من السفارات مطلعه قاموس باللغه النوبيه، بتطلع لي قاموس النهارده باللغه النوبيه، لانه في سفاره ايه يا استاذ؟ نعم سفاره ايه؟ مش عاوز لا ده. طب ليه ما خلاص؟ هولندا مركز علمي هولندي بيطلع لي قاموس للغه النوبيه. طب هل هنا يعني؟ طيب. بصراحه حضرتك بتركن. تعالي بقى تعالي خلينا نكمل دي. انت لما بتلاقي انه العاجل بقى هنا في مشكله تستحق ان تدرس وبتتراكم عناصرها، وعندك فيها بتعملي فيها برنامج تشوفي تحليها ازاي. لكن حصل انه السياحه كان في نوع من الرخاء السياحي مغطي على كل التناقضات. خلي بالك انه مرات سهوله الحياه بالنسبه لبعض الناس تخلق ملاءه على المشاكل، تعمل ملايه كده مفرش حاجه كبيره كده، سحابه حول المشاكل تغطيها. المشكله اللي حصلت في اسوان في اعتقادي، لو جيت ما هو العاجل فيها وما هو البرنامج؟ البرنامج هو انه اهل النوبه في حاجه الى انك انت تبصي كيف عندهم مشاكل معينه بصي فيها. لكن العاجل هو ايه؟ العاجل ان السياحه وقفت، والسياحه وقفت البلد لا تعمل، والبلد لا تعمل بقى لها 3 سنين، واللي كان عنده مدخرات ضاعت منه، والشباب اللي طلع مش لاقي شغل كان بيستوعب باستمرار، وبعدين الناس كانوا موجودين في محافظات البحر الاحمر، البحر الاحمر طردهم لانه السياحه قلت. نتيجه ده انه بقى في عنصر توتر عاجل. انا عايز الرئيس الجاي يشوف لي العاجل البرامج هنعملها. نقعد عاوزه رؤيه اخرى، لكن انا عايز رئيس، عايز في هذه اللحظه انك تفرقي بين العاجل
وبين الضروري. هو ضروري ضروري ضروري، ما حدش بيتكلم. لو بقينا في أسوان قليلا، يعني هل تشعر أن هناك فكرة الانفصال والمؤامرة؟ هل هناك من يحاول أن يستغل هذه الأزمات؟ شوفي هقولك، لازم نسلم أنه أولا افتكري أنه ناس حاولوا لعبوا كتير قوي على مصر، على مسلم أعباط، على مسلم قبطي، تناقضات بيلعبوا على حكاية سينا. انت سينا مشكله قضيه كبيره قوي، وانت لم تهتمي بسينا، ولم انا بزعم ان احنا لم نهتم بتاريخ سينا، لم نفهم تاريخ سينا، لم نفهم امتى جت وامتى ايه اللي حصل. على حال مش عايز اخش فيها دلوقتي، لكن انت عندك مشاكل نائمه وخطيره جدا وقابله للاستغلال. موضوع النوبه موضوع منهم، موضوع النوبه احنا مفاجئين من كذا سنه، بس حد بيقول لي ادب النوبي، فبدا يبقى فيه تميز في الادب. وبعدين بدا لقيت سفاره بتطلع لي الغناء النوبي والشعر النوبي كويس على عيني وراسي، وانا موافق الغناء النوبي زي الغنى في الفيوم، وزي ما هو فيه تباين ممكن قوي يكون في حاجه في النوبه تستحق الاحترام وتستحق الاهتمام، لكن في الاطار الوطني، ما هو الاطار الوطني فيه التنوع الديني كل حاجات كتير قوي. بس ان تكون النوبه مثلا لها ريسيرشز معينه، ثينك تانكس في امريكا، طبعا في هولندا، فانت عندك هنا في قضايا قابله للاستغلال، فانت فرقي بين القضايا دي وبين اللهب اللي ممكن يحصل لك في لحظه معينه. اذا الامن هو الداهم، يعني الامن هو اول حاجه. اول حاجه طيب إيه الحاجه الثانيه؟ الطاقه. قولي لي ازاي ممكن، عاوز التشغيل، كنت طالب التشغيل الدائم. إذا كان عندك 5000 مصنع معطلة، بتكلميني عن إنشاء مصانع جديدة إزاي قبل ما تشغلي الطاقة دي؟ الطاقة دي فيها استثمارات بالفعل موجودة، فيها مباني وفيها منشآت وفيها ماكينات وفيها أشياء بالفعل موجودة. أنا ما تيجي تتكلمي في الصناعة وحد يجي يقول لي والله هنتكلم في هنكمل الصناعة من حيث، أنا محتاج حد يقول لي من أين ألحق بالعالم الصناعي؟ إذا كنت أما أقول لك حاجة، سنة 66 إحنا وكوريا الشمالية، كوريا الجنوبية كنا على نفس القدم مساواة، إحنا كنا سابقينهم. هما جم بعد كده، إحنا فتنا في أزمة 67 وتعطلنا شوية ورجعنا تاني، وبعدين غيرنا كل المسار، مش مشكلة. لكن كوريا عملت إيه؟ كوريا ما جاتش تبتدي الصناعة من المجهول، لاتشت وصلت لمست على طول الجزء اللي فيه تكنولوجي، فدخلت على طول على الالكترونيكس. تعالي انا عايز خبراء يقولوا لي من اين ابدا. اذا كنت عاوز اتكلم عن صناعه مثلا على سبيل المثال، وانت جاي تتكلم على برنامج وبنتكلم على التشغيل، طاقه التشغيل اولا، طيب وحد هيقول لي في اي برنامج والله عاوزين تقدم صناعي، طيب من ابدا منين عليا؟ وانا عايز عقول تقول لي اذا كانت كوريا الجنوبيه لاتشت وصلت على طول بالتكنولوجي بتاعت الالكترونيكس، انا هرجع بايه؟ اين اجد وسيله؟ اين اجد موقعي في الثوره الصناعيه الجديده والمستمره؟ واين الحق بها بالضبط؟ اعيد الطريق من اوله ولا الحق بها في نقطه ما على المستقبل؟ انا فاكر اليابانيين ناس تلاقي، يعني مش عايز اخش افشي سر حد، لكن لما تلاقي رئيس مجلس اداره ياباني بيقول لك ايه؟ يقول لك مستنيين ايه؟ التكنولوجيا بتتقدم تقدم، يقول لك ايه؟ يقول لك عاوزين مش يقول لك يا سيدي احنا حصلت، يقول لك احنا سرقنا من اوروبا، خدنا حاجات من اوروبا، الصين جت راحت واخده من امريكا، وبعدين كوريا جت راحت واخده مننا احنا. طب انتم مستنيين ايه؟ ما تشوفوا لكم هتاخد منه. خدوا المعرفة يا ستي. أنا عايز حد يقول لي في منتهى الأهمية، حد يقول لي أنا، هتقولي لي التصنيع، وأنا شايف ضرورة التصنيع ولا أمل إلا في التصنيع، ولكن أي تصنيع أستطيع أن ألصق فيه بالزمن القادم مباشرة دون أن أتعطل ودون ما حد يقعد يقول لي كلام ناس بتتكلم خارج العصر. كل ده لما تيجي تتكلم على برنامج، أنت مع الأسف الشديد بتسمعي ناس إحنا واخدين في ثقافة سادت عندنا وهي تسفيه كل شيء. لا ما فيش نفع، ما حدش بيناقشك، يعني تقولي حاجات اللي انت عاوز تعمليها. الناس اما ان تسمعك وتقول لك والله راجل عجوز وكده، خليه وسيبوه يقولوا خلاص حاضر، واما ناس يقول كده راجل خرف بيتكلم كلام شوفوا طريقه لموه حد يلمه يعني، او ما حدش بيقعد يناقش ماذا تقولي وكيف يمكن أن يتحاور معك من أجل الوصول إلى شيء.
استاذ اسمح لي ان نخرج فاصل اخر، وبعد الفاصل هنتكلم ايضا عن ماذا يجب على الرئيس ان يفعله، يعني كيف يختار طاقمه، كيف يعني مين الناس اللي لازم يكونوا جنبه، اهل الخبره ام اهل الثقه، وتفاصيل اخرى كثيره في جسر الى المستقبل.